السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. ان شاء الله في الدرس ده هنتعلم ازاي نعمل حاجة زي دي. طبعا في بلوجين جيكويري اسمها فلتريبل، لو كتبت كده على جوجل فلتريبل جيكويري هتلاقي بلوجين كتير اوي بتعمل الحاجة دي، بس احنا هنعملها بنفسنا. الناس اللي عايزة مثلا تطبق على جيكويري او ال HTML وال CSS، يعني حاجة زي كده نعملها زينا، نعملها بايدينا قصدي. تمام، الموضوع سهل جدا جدا جدا، ان شاء الله هتفهموه معايا وتبقوا زي الفل. ده بس كده انا عملت ايه موك اب للموضوع اللي انا هعمله. تمام، دي ان شاء الله هيبقى عبارة عن ليست ايتم، ودي الحاجات بقى اللي انت هتحطها، بورتفوليو بتاعك سواء الشغل بتاعك، اي حاجه مثلا عايز تحطها وتعملها. لو عايزين نشرح ازاي نعمل الموكب وعايزين البرنامج ده سيبولي في كومنت وانا ان شاء الله هقول لكم ازاي. كل اللي احنا محتاجينه هنعمل ملف HTML وملف CSS، وهنستدعي الجيكويري. ممكن تكتب CDN جيكويري، ده جيكويري جاتلك على طول بدل ما تنزل الملفات تاخد وقت، او نزل الملفات عادي زي ما انت عايز. وده ملف سي اس اس، دي البداية بس، دي كل حاجة احنا هنحتاجها. تمام، نبدأ الأول في ال HTML. هنعمل كونتينر، تمام، كلاس اسمه كونتينر. طبعا ده مش بوت ستراب، ده احنا هنظبطه بال CSS. تمام، بعد كده هنعمل UL وجواها الليست ايتم بتاعتنا. هنا في مس اول ويب سايت وجرافيكس وبي اس دي ولوجو وابلكيشن. تمام، اول هيبقى في كلاس اسمه بوتوم، تمام، عشان نعرف نعمل ستايل لل ال اي بتاعتنا. تاني حاجة هيبقى في داتا فلتر، داتا فلتر ايكوال نفس الاسم اول مثلا، تمام، يعني اسم دال على الاسم اللي انت حاطه. تمام، هناخد ده كوبي ونعملها بيست 5 مرات، 2 3 4 5، 2 3 4 5 6. تمام، طبعا كلهم نفس الكلاس. داتا فلتر هنا ويب سايت، هنا هتبقى ويب سايت، هنا لوجو، هنا هتبقى لوجو. بي اس دي هنا هتبقى بي اس دي. جرافيكس ابلكيشن، طبعا انتوا بتكتبوا اي حاجه انتوا عايزينها، ابلكيشن على حسب طبيعه الموقع بتاعكم. تمام، تاني حاجه هنحط بقى البورتفوليو بتاعنا مثلا، يعني تمام، يعني هيبقى في ويب سايت، هيبقى في اول حاجه كلاس اسمه بوكس، ده عشان نعرف نعمل ستايل ليه بالسي اس اس. تاني حاجه هيبقى في كلاس تاني اسمه فلتر، تمام، هقول لكم ليه، عشان الفلتر ده هيبقى عام، يعني يبقى معموم، هيبقى عامي على كل البورتفوليو بتاعك. الكلاس ده هيتحط اساسي في كله. تالت حاجة هيبقى هنا ويب سايت عشان نعرف نقتنصه بالجيكويري. تمام، هنا مثلا تبقى اول، هنا هيبقى اول. هناخد ده بقى كده ايه كوبي بيست، ادي كده كده ويب سايت لوجو، اسف يا جماعة، هنا لوجو بي اس دي، هنا بي اس دي جرافيكس، هنا جرافيكس خلي بالكوا لازم الكلاس هنا او الداتا فلتر هنا تكون نفس هي الكلاس هنا،
تمام؟ يعني هنا حتى لو هنا سمول هنا الحروف تبقى سمول، لو هنا كابيتال هنا الحروف تبقى كابيتال، مينفعش تعمل حرف هنا كابيتال وحرف هنا سمول، تمام؟ ناخدهم مثلا بقى ايه، لا هنا مفيش اول، اسف يا جماعة، هنا ده البوتوم بتاعنا، دي بقى المنتجات بتاعتنا، تمام؟ 1 2 3 4 تمام يا جماعة، يعني احنا هنا مش محتاجين اول، معلش دي غلطة، ايه دي غلطة مطبعية مني، هنقدم ده كده قدام شوية، نعمل بس تناسق كده، تمام كده يا جماعة. يعني هنا احنا كان عندنا ويب سايت ويب سايت ويب سايت، عشان كده عملته بس 3 مرات، تمام. نكنسل بقى ده ونشوف احنا هنا عملنا ايه، نفتح ده اللي احنا عملناه، لسه طبعا ما عملناش اي حاجة طبعا.